إذا قرأت القرآن وأتيت على قوم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، فاسأل نفسك هل أنت منهم؟ كلما مررت على قوم وصفهم الله بوصف كن جريئا واسأل نفسك هل أنت من هؤلاء؟ قد تمر على قوم متفوقين، إن لم تكن منهم اسعى أن تكون منهم، وقد تمر على قوم لا سمح الله في القرآن مجرمين، اشكر الله على أنك لست منهم، وقد تمر على قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، لعلك تقول هذه الآية تنطبق علي، ما الذي يمنع أن تخلص منها؟ أن تخلص من هذا الوصف؟ أن تتلافى التقصير؟ يعني إذا قرأت القرآن حاول أن تسأل نفسك دائما أين أنت من هذه الآية؟ هل هي منطبقة عليك إذا كانت فيها وصف حسن؟ أو لا تنطبق عليك وهذا من فضل الله عليك إن كان فيها وصف سيء؟ أو أن آية تجمع بين حالة وسطى أنت فيها؟ اسأل نفسك أين أنت من هذه الأوصاف. أولى صفات المنافق الكذب. الكذب ركن من أركان الكفر والنفاق. إن الله إذا ذكر النفاق في القرآن ذكر معه الكذب، وإذا ذكر الكذب ذكر معه النفاق. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أولى صفات المنافق الكذب، وأول صفات المؤمن الصدق. المؤمن لا يكذب. كنا قوما أهل جاهلية، سيدنا جعفر للنجاشي، نأكل الميتة ونعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه. المؤمن لا يكذب. يقول عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، مازحا جادا كذب لأمر لحيلة فيه شعبة من النفاق، وما كذب إلا لنفاق في قلبه. الكذب علامة واضحة تشهد على صاحبها بالنفاق ولو كان مازحا. هناك أناس يمزحون فيكذبون ليضحكوا الناس. يقول عليه الصلاة والسلام فيما ورد في مسند الإمام أحمد بسند جيد: ويل للذي يحدث القوم ثم يكذب ليضحكهم، ويل له وويل له. والكذاب أيها الإخوة ملعون، سواء أكان جادا أو مازحا فليتنبه إلى هذه الخصلة. العلامة الثانية الغدر. يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام البخاري: وإذا عاهد غدر، من أعطى عهدا لرجل أو لامرأة أو لولد أو لصديق أو لولي أمر ثم خانه أو غدره بلا سبب شرعي فهذه علامة وركن من أركان النفاق. المؤمن لا يغدر. العلامة الثالثة الفجور في الخصومات، لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: وإذا خاصم فجر. قال أهل العلم: من خاصم مسلما ثم فجر في خصومته فقد أشهد الله على ما في قلبه أنه فاجر منافق. العلامة الرابعة الإخلاف في الوعد.
يذكر أيها الإخوة في السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد تقبل التحسين أنه وعد رجلا أن يلاقيه، فأتى عليه الصلاة والسلام للموعد فأخلف ذلك الرجل، فبقي عليه الصلاة والسلام في المكان 3 أيام بلياليها، ثم تذكر الرجل فجاء فقال له: يا أخي لقد شققت علي، أنا هنا منذ 3. إخلاف الوعد علامة نفاق. هناك من يخلف الوعد ولا يبالي ولا يأبه أن رجلا يقف له في الطريق ينتظره، أنه يجلس في البيت يستعد لاستقباله، أنه ألغى بعض المواعيد من أجله، أنه اقتطع من وقته الثمين وقتا لتلبية رغبته ثم ينسى. أيها الإخوة الكرام، حينما تسافر إلى بلد غربي تجد دقة المواعيد. أعجبتني كلمة قالها بعض العلماء، قال: هذا انضباط نفعي، لكن المؤمن انضباطه تعبدي، وشتان بين الانضباط النفعي والانضباط التعبدي. الانضباط النفعي من أجل الدنيا، لكن الانضباط التعبدي من أجل الآخرة. الانضباط النفعي صاحبه ما له في الآخرة من خلاق. العلامة الخامسة: الكسل في العبادة. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فإذا رأيت الإنسان يتكاسل عن الصلاة أو عن الصف الأول أو عن الذكر أو عن الدعوة أو عن طلب العلم أو عن مجالس الخير، فاعلم أن في نفسه ضعفا وأن الشيطان يريد أن يبعده عن طريق الإيمان. جاء في صحيح مسلم من حديث الأسود بن يزيد العراقي العابد قال: قلت لعائشة: متى كان صلى الله عليه وسلم يستيقظ لصلاة الليل، يعني قيام الليل؟ قالت: كان صلى الله عليه وسلم يثب وثبا، وما قالت يقوم قياما، إنما يثب وثبا. وهذا يدل على الشجاعة وعلى الحيوية والنشاط وحرارة الإيمان وعلى قوة الإرادة. الإمام أحمد في كتاب الزهد يترجم لعدي بن حاتم ينقل قوله: والله ما قربت الصلاة إلا كنت لها بالأشواق. وقال سعيد بن المسيب: ما أذن المؤذن من 40 سنة إلا وأنا في مسجد رسول الله. وإذا رأيت الرجل في الروضة وفي الصف الأول فاشهد له بالإيمان. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام أحمد: من رأيتموه يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. أيها الإخوة الكرام، والعلامة السادسة للنفاق المراءة. يقول الله عز وجل: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفي الصحيحين: من راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به، يعني يعطيه سؤله، يثني عليه الناس بأنهم يعلمون الظاهر. وما قيمة ثناء الناس إذا كان الله ليس راضيا عن هذا الإنسان؟ لو أن أهل الأرض كلهم أثنوا على إنسان ولم يكن كما يريد الله عز وجل لا ينفعه هذا الثناء. يعني المراءة يخشع أمام الناس في الصلاة ولا يخشع في الصلاة في بيته. هناك فرق كبير بين عبادته منفرداً
وبين عبادته مع الناس. وعن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ليأتين أقوام يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا يجعلها الله هباء منثورا. قال الصحابة: يا رسول الله، أليسوا بمسلمين؟ قال: بلى، يصلون كما تصلون، ويصومون كما تصومون، ولهم فضول أموال يتصدقون بها، وكان لهم حظ من الليل، لكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. علامة المنافق الرياء، يرائي الناس، يريد أن يرى الناس عمله، يريد أن ينتزع إعجابهم، له خلوة وله جلوة، له سريرة وله علانية، له ظاهر وله باطن، له شيء يعلنه وشيء لا يعلنه. ورد أيها الإخوة في الحديث الصحيح القدسي أن الله جل جلاله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل عملا فيه شرك. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. الرياء أيها الإخوة يدخل في النفقة، يعني أحيانا في جمع غفير يتبرع، أما قد يكون له قريب يتضور جوعا، إن أعطى هذا القريب من علم بهذا العطاء؟ إذن هناك رياء في الإنفاق، رياء في الصلاة، رياء في الذكر، رياء في الصيام. المؤمن أيها الإخوة يعلم علم اليقين أن ما سوى الله لا ينفع ولا يضر، ولا يمرض ولا يشفي، ولا يحيي ولا يميت، ولا يرزق ولا يمنع، ولا يثيب ولا يعاقب. وأن يعرف المرء أيضا أن المخلوق ضعيف هزيل، لا يملك لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا أجرا ولا عقوبة. والأمر الثالث أن تدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. أيها الإخوة الكرام، من أدعية الإمام الحسن البصري: اللهم إني أعوذ بك من الرياء والسمعة، اللهم اغفر لي ريائي وسمعتي. فالسمعة طلب الذكر الحسن عند الناس، والعمل من أجل الشهرة. أيها الإخوة، من علامات المنافق أنه يذكر الله ذكرا قليلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك أنه قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى تدنو من الغروب أو حتى تصفر، ثم يقوم فينقر أربع ركعات لا يذكر الله فيها إلا قليلا. من علامات الإيمان كثرة ذكر الله عز وجل، لذلك قالوا: برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله، وبرئ من الشح من أدى زكاة ماله، وبرئ من الكبر من حمل حاجته بيده. قيل لأحد علماء الحديث: ما حد ذكر الله الكثير؟ قال: من حافظ على الأذكار المأثورة عن معلم الخير فقد ذكر الله ذكرا كثيرا. أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار صحيحة كان يذكرها
إذا دخل بيته وإذا خرج من بيته وإذا دخل إلى المسجد وإذا خرج منه، من حافظ على الأذكار المأثورة عن معلم الخير فقد ذكر الله ذكرا كثيرا، ومن حافظ على الأذكار أدبار الصلوات في الصباح والمساء مع الطعام مع الشراب مع النوم مع الاستيقاظ مع رؤية البرق مع سماع الرعد مع نزول الغيث مع دخول المسجد فقد ذكر الله ذكرا كثيرا. ونسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ذكر الله في الحل والترحال في الإقامة والضعن في الصحة والمرض فقد ذكر الله كثيرا. وعن الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن بسر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وعند مسلم في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس أو غربت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما أخرجه مسلم: سبق المفردون. قال: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. العلامة الثامنة نقر الصلاة، تلك صلاة المنافق. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: يصلي المصلي بجانب أخيه في صف واحد وراء إمام واحد وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، لأن هذا في قلبه إخلاص وحب وأشواق ومراقبة وخشية، وفي قلب هذا شرود وبعد وموت والعياذ بالله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. العلامة التاسعة لمز المتطوعين من المؤمنين والصالحين، يلمز، ينتقد، يبخس، يسيء الفهم، يتهم اتهاما باطلا بلا دليل، يشوه الصورة، لا يقبل عملا صالحا إلا أن يفسده، لا تدرون ما نيته، لا يقبل دعوة خالصة إلا أن يفسدها. فهذا الذي يهمز ويلمز وينتقد بلا دليل بلا بيان لمجرد التشفي، هذا من صفات المنافقين. أيها الإخوة الكرام، الاستهزاء بالقرآن والسنة، هذا من صفات المنافقين. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. والعلامة الحادية عشرة الحلف مداجات، يكثر الحلف، اتخذوا أيمانهم جنة. إذا سألته حلف، أسهل شيء عليه أن يحلف باليمين وهو كاذب، ولا سيما في البيع والشراء. اليمين الفاجرة منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين. يكثر الحلف بسبب وبغير سبب، بمبرر وبغير مبرر. العلامة الثانية عشرة الإنفاق كرها، ينفق المال مضطرا، ينفق المال خجلا، ينفق المال ويتمنى ألا ينفق. لكن المؤمن ينفق المال ونفسه طيبة بإنفاقه، ينفق المال وهو يشكر الله على أن مكنه أن ينفق، ينفق المال ويتمنى أن ينفق أضعاف الذي أنفق. العلامة الثالثة عشرة التخذيل، دائما يضعك في اليأس، في اليأس.
المسلمون انتهوا، الطرف الآخر أقوياء لا نستطيع أن نواجههم. لو أن إنسان أحرز شيئا ما سوف يضرب، سوف يمحق، لا يسمحون له أن يكون كذلك. دائما يتشاءم، دائما يدافع عن الطرف الآخر، يشيد بقوتهم ويزدري قوة المسلمين، يشيد بتفوقهم ولا يرى تفوق بعض المسلمين، دائما يخذل، دائما يضعف الهمة، دائما يثبط، متشائم. لو رآك تذهب إلى مجلس علم ما لك ولهذا المجلس، دعك من هذه المجالس، كل ما فيها كلام معاد. إن رآك تنفق مالا دعك من إنفاق المال، اجعل هذا المال لصالحك ولصالح أولادك. إن رآك متحمسا لقضية ما شأنك بهذا الموضوع؟ دائما يخذل هذا المنافق. لو رأيت نصرا مكن الله به بعض المسلمين يقول لك هذا النصر لا يستمر، سرعان ما يضربونه. هو لا يرى أو لا يتمنى أن تقوم للمسلمين قائمة. الإرجاف، والإرجاف من علامة النفاق. يقول الله عز وجل: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. أيها الإخوة الكرام، الإرجاف المبالغة، يبالغ في نقاط الضعف حتى يثبط العزائم. بين الإرجاف والتخذيل علاقة. الإرجاف المبالغة بقوة العدو، المبالغة بضعف المسلم، المبالغة في اليأس منه، المبالغة في إضعاف قوته. والعلامة الخامسة عشرة: الاعتراض على القدر. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. يعني حينما تعمل عملا صالحا ويمتحنك الله بهذا العمل فيبتليك بشيء، وهذا من بطولة الإنسان. المنافق الذي لا يعمل يراها نعمة، يرى أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه إذ صرف عنه هذا البلاء. هذا البلاء لولا أن هذا المؤمن دعا إلى الله وبذل جهدا في سبيله لما ابتلي بهذا البلاء. فالمنافق يشكر الله على أن لم يكن معهم شهيدا، لقد أنعم الله عليه إذ لم أكن معهم شهيدا. هو يعترض على قضاء الله وقدره. يقول عليه الصلاة والسلام كما ورد في صحيح مسلم عن صهيب مرفوعا: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. سيدنا عمر يقول: والله ما أبالي أمطية الفقر ركبت أم مطية الغنى. لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. المؤمن راض بقضاء الله وقدره، المؤمن مستسلم لقضاء الله وقدره. أيها الإخوة الكرام، أعيد عليكم المقدمة. ما ذكرت صفات المنافقين في هذه الخطبة إلا ذكرا تحذيريا، فإن تلبست هذه الصفة بإحدانا فعليه أن يبادر إلى أن يتصف بعكسها، والأمر بيده. ما دام القلب ينبض، ما دام في العمر بقية، باب التوبة مفتوح على مصراعيه. وأن تخشى أن تكون منافقا هذه علامة طيبة، إنها علامة الإيمان. بل إن بعضهم يقول: المؤمن يتقلب في اليوم الواحد في 40 حالا، بينما المنافق يبقى في حال واحد 40 عاما. فحينما تقلق على نفسك، حينما تظن أن بعض صفات المنافقين متلبسة بك، العبرة أن تحذر، العبرة أن تبادر،
العبرة أن تتحرك، العبرة أن تجدد إيمانك. وما أحد أفضل من أحد، نحن جميعا وأنا معكم معنيون بهذا الخطاب. إن قلقنا نقلق جميعا، وإن خفنا نخاف جميعا، وإن اطمأننا نطمئن جميعا. فالعبرة أيها الإخوة أن يكون هذا الموضوع باعثا لنا على أن نتحرك إلى الله، على أن نفر إليه، على أن نعقد الصلح معه، على أن نتوب إليه، على أن نمرغ جباهنا على أعتابه. ليست العبرة التيئيس، لكن الشيء الخطر هو النفاق. المؤمن واضح، الكافر واضح، والكافر مكشوف، هو كشف نفسه، هو لا يستحي بكفره. من الذي يمكن أن يضلك؟ هو المنافق، يصلي كما تصلي، يصوم كما تصوم، هو معك لكن نفسه مع الشيطان، نفسه غارقة في الدنيا. فلذلك الإنسان ينبغي أن يقلق أو أن يحذر أن يكون فيه صفة من صفات النفاق. ولكن النفاق الاعتقادي هذا كفر بل أشد من الكفر، والمنافق اعتقاديا في الدرك الأسفل من النار، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ليس الحديث عن هؤلاء، الحديث عن النفاق، نفاق الضعف، الضعف أمام الشهوات أو الحيرة أمام الشبهات. الحديث عن النفاق العملي، عن النفاق الذي يرجى المرء منه، عن النفاق الذي يتاب منه، هذا هو الحديث. أيها الإخوة الكرام، نحن مقبلون على شهر الصيام، وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن أو يكثر من قراءة القرآن في رمضان. لكن إذا قرأت القرآن وأتيت على قوم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، فاسأل نفسك هل أنت منهم؟ كلما مررت على قوم وصفهم الله بوصف، كن جريئا واسأل نفسك هل أنت من هؤلاء؟ قد تمر على قوم متفوقين، إن لم تكن منهم اسعى أن تكون منهم. وقد تمر على قوم لا سمح الله في القرآن مجرمين، اشكر الله على أنك لست منهم. وقد تمر على قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، لعلك تقول هذه الآية تنطبق علي. ما الذي يمنع أن تخلص منها؟ أن تخلص من هذا الوصف؟ أن تتلافى التقصير؟ يعني إذا قرأت القرآن حاول أن تسأل نفسك دائما أين أنت من هذه الآية؟ هل هي منطبقة عليك إذا كانت فيها وصف حسن؟ أو لا تنطبق عليك وهذا من فضل الله عليك إن كان فيها وصف سيء؟ أو أن آية تجمع بين حالة وسطى أنت فيها؟ اسأل نفسك أين أنت من هذه الأوصاف؟ أين أنت من هذه النماذج؟ فهذا مما يجدر بالمؤمن أن يفعله في رمضان، فلعل الله سبحانه وتعالى ينقيه من الذنوب والعيوب.